الخالدة الشهيد شهيدة حسين يونيول المجيدة الشهيدة حسين يونيول الخالدة الشهيد شهيدة حسين يونيول المجيدة الشهيد شهيدة حسين يونيول الخالدة الشهيد شهيدة حسين يونيول المجيدة الشهيد شهيدة حسين يونيول الخالدة الشهيد شهيدة يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح ويا 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 شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح قتلهم عدمهم ولا الشعب خلفهم قتلهم عدمهم ولا الشعب خلفهم وينهم ما فين هم فين هم ما فين ولاد الشعب المخطوفين ولاد الشعب المخطوفين الشهيد خلوا وصية الشهيد خلوا وصية لا تنازل على القضية لا تنازل على القضية القضية الحقوقية اللي كنظم الفرع للجمعية المغربية للإنسان بنقرير لمشاركة بعض التحليل السياسيين والحقوقيين لجامع بنقرير وبعض الإخوان ديال الجمعية المغربية للحقوق الإنسان التحقوا بالوقفة كتجي إطار تخليل ذكرى 32 انتفاضة عشرين يونيو المجيدة في إطار الجمعية كذلك كطالب بتفعيل مقتضيات التقرير الختامي اللي خرجت به هيئة الإنصاف والمصالحة واللي أهم المقررات ديالو باقي لحد الآن كنتظروا التنزيل ديالها واللي من ضمنها إفراج على الرفات ديال الشهداء واللي من ضمنهم تريس باكا جات معنا اليوم الأم ديال الشهيد باش طالب بالحق ديالها والأخرى ديالو باش يطالب بالحق ديالو الرفات ديالهم في القبر ديال الشهيد وكل القبر ديال الأسرة ديالو ومن ضمن كذلك التوصيات اللي باقي الرفات هو إفراج كذلك عن الحقيقة كاملة شكون اللي كان سبب وراء الحدث باقي العديد من المعتقلين والمستفون قصرا من ضمنهم المهدي بن بركة وحسين بن نصير والأخ عبد الحق سياد الشهداء من كذلك الشهيد كركديش اللي مازال في المقبره الجماعيه اليوم هذه المده 8 سنوات باش عطى الطراف ديالهم وباقي ما شندت شي بديل من هذا من تسليم الروفات او من الصغروات او من الماضي الشهيد ماشي وحده احنا يا كاملين احنا يا كاملين والمخزن اللي قتلوه والمخزن اللي قتلوه احنا يا مفكين احنا يا مفكين والشهيد ماشي وحده والشهيد ماشي وحده احنا يا كاملين احنا يا كاملين كل شيء تصدق الضرب عقبت لك اللي جبنا مقطر ديال
شهيد وشهيدة يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح ويا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح ويا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح وهذا عرض وهذا عرض طلبوا بالحقيقه شكون اللي قتل ولادهم انا الجداد اللي قتلوا ولادهم ولا سميتو هما اللي باقي الحاكمين في هاد البلاد اذا مزيان انا الحقيقه ماشي تكون ديك الحقيقه ديال واحد التظاهر زي معين لا الحقيقه هي ان هذاك الجداد يتحاسب حميد قول لنا الاسماء ولا كلاب الاسماء في الحياه حميد فينين حنا وليدي لا راه الاسماء راه كتبينوا لا كاين اسمي